ده يعني محظوظ. الحمد لله الحمد لله. يعني اكيد بيحس انك انت كنت محظوظ وانت شغال معاه. الحمد لله، محظوظ في شغلي في الرئاسه ومحظوظ في جوازي، الله اكبر. نتكلم بقى على شغلك في الرئاسه. اتفضل. انت جيت سبت يمكن في 10 سنين عملت 18 فيلم. اه مظبوط صح فندم، برافو. وبعدين النكسه جت، النكسه جت، بطلت. بطلت لغايه ما دخلت اشتغلت في رئاسه الجمهوريه. اه في الفتره دي كان ابتدى انفتاح الاقتصادي للاستهلاك. اشتغلت مع الرئيس، قالوا لي تيجي مسرحيات وبتاع. اه اتريقوا على قصي وكده، ما رفضت. انت يعني ترفض ان حد يتريق؟ اه طبعا. اه لا انا ما يهمنيش انا قصير، انا عارفه اني قصير، بس ما حدش يتريق عليا. اه يعني خصوصا ان كل الافلام اللي انت عملتها، لا طبعا كلها افلام كان تم توظيفك دراميا. والافلام الجديده اللي عملتها والمسرحيات الجديده اللي عملتها بعد ما رجعت من بعد ما طلعت المعاش كلها طبعا محترمه وجميله يعني. اتفضل. شغلك في رئاسه الجمهوريه منعك من التمثيل؟ اه طبعا. اشتغلت مع الرئيس الراحل انور السادات. انور السادات 4 سنين. والرئيس مبارك. اه إيه شغلك مع رئيس السادات؟ احكي لي عنه. وشغلك مع رئيس مبارك؟ شغلي مع رئيس السادات، كنا في المعموره ورئيس السادات ما كانش حواليه الهيمنان اللي انا شفته بعد كده، وكان راجل بسيط ممكن ياخد سكرتيره خاص ومدير الحراسه الخاصه ويتمشوا في 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 المصيف يعني، وكان راجل بسيط جدا. كنت انت وظيفتك ايه في رئاسه الجمهوريه؟ انا مهندس اتصالات، تامين اتصالات رئيس الجمهوريه. يا منصب صعب قوي. ربنا يخليك. الحمد حساس. لله الحمد لله. طبعا بعتوا لي امريكا كتير. عملت يعني ايه يعني بتامينها ازاي اتصالات رئيس الجمهوريه؟ هقول لك دلوقتي، احنا الرئاسه ما بنعتمدش على اتصالات الهيئه. يعني ايه؟ في الطياره يتكلم يعني يبقى في اتصالات، في العربيه في اتصالات، في مكتبه في اتصالات، مع مكاتب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والناس دي في اتصالات. احنا عاملين زي الهيئه ما عامله اتصالات للناس، احنا عاملين اتصالات لرئيس الجمهوريه. سنترات الكترونيه، فايبر، الكلام ده كله كنا عاملينه. بس دي شبكه خاصه برئيس الجمهوريه. طبعا 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 طبعا. وانت كنت بتامنها؟ تامين اتصالات رئيس الجمهوريه. اه بس انت تلاقيك ده انت بقى سمعت مكالمات بقى و... لا يا فندم خالص. لا يا فندم، سر المهنه يا فندم. وانت عارف دكتور ولا المحامي ولا انت في حاجه شرف المهنه وسر المهنه. مفيش. مش ممكن. وبعدين انا ليه اجيب لي نفسي وجع الدماغ؟ انا راجل غلبان ما عنديش عزبه يعني. لو حصل يعني مفيش مكالمه كده بين السادات وكارتر سمعتها؟ مش هترفض يعني ولا هترفض ولا حاجه، وهحافظ على اكل عيش. بس طبعا انت اكيد كنت موثوق فيك جدا، بدليل انك انت عشان تمسك المنصب ده ممتاز وتامين صلاه رئيس الجمهوريه كنت انت راجل يعني. اضحكك بقى، اول مسكت المنصب ده كان معايا المهندسين التانيين ايه طوال وعراض وتخانقوا حاجه كبيره كده، وانا حاجه صغيره كنت ايام التمثيل حاجه صغيره قوي. فبيني وبينك انا من النوع اللي احب اكون، ولا هي دي مشكله يعني ان انا اكون. فابتديت ادرس صح وابتديت اتعلم صح، واسافر لامريكا كذا مره لان انا امسك صنعتي كويس، فبقيت مهندس نمبر واحد. وحتى رئيس الجمهوريه مبارك ايامها اداني قلاده الدوله التقديريه من المستوى الثاني لنشاطي في الرئاسه. طيب الرئيس السادات حصل بينك وبينه حوارات؟ لا ما شفتوش الا مره معدي كده بتمشى في المعموره وانا قاعد في الاستراحه بتاعتي ببص عليه لقيته بتمشى قدامي. شكتم كده. رئيس مبارك بقى اكيد اتعاملت معاه. اه طبعا. طبعا. رئيس مبارك ده راجل فايتر دغري. ما يحبش المحسوبيه ولا الوساطات ولا الكلام الفارغ ده كله، زي وراجل محترم جدا جدا جدا، وافاد البلد وهو ضابط، وافاد البلد ومسؤول عن سياحه الطيران، وافاد البلد ونائب، وافاد البلد رئيس. اول مره بقى يشوفك في رئاسه الجمهوريه وانت مسؤول عن ايه بقى؟ ايه اللي حصل؟ وكنا في مصر في الدخيله، كان اول سنه يمسك، وكنا في الدخيلة. هو طبعا طيران، فراح راح الدخيلة المطار الجوي أو القاعدة الجوية في الدخيلة، فشافني ماشي كده وماشي كده وبتاع، فقال لهم إيه ده الموظفين جايبين عياله معاهم، هو ده موظف هنا؟ فكان معاه حبيبي الله يرحمه دكتور العظيم جمال عبد العزيز، دكتور لواء جمال عبد العزيز، راجل في منتهى الاحترام. كان مدير مكتب الرئيس مبارك. اه جميل. رئيس السكرتير الاول. اللهم صل على النبي عليه. انسان منتهى التواضع والجمال. المهم كان شغلي على طول معاه. فقالوا لا يا فندم ده بيشتغل هنا. قالوا بيشتغل هنا ايه ده؟ قالوا ده مهندس صلاه يا فندم، ولاد مكافح، ولد كويس ومجتهد. قالوا والله اه مش ده الواد بتاع طاقيه الاخفاء؟ قالوا ايه اللي جابه هنا؟ قال له انا ساب التمثيل وجاي. هو هيمثل تاني؟ قال له لا يا فندم ده حكى لي ساب التمثيل وهيقعد في الرئاسه. لما فكروا يمشوك من الرئاسه الرئيس مبارك عمل ايه؟
كنت متجوز واحده سودانيه او مصريه بس اصولها من السودان، وليها اخ كان ضد الاخوان وما اعرفش حاجه كده غريبه يعني. فكان جعني جت علي انا قرار امن لازم امشي. زي ما قلت لك انا كنت مجتهد في شغلي وبحب شغلي جدا. بصراحه الرئيس مبارك ما رضيش يمشيني. فرئيسي اللواء رئيسي بطلب منه حاجه او باخد منه ورقه قال لي اسكت انت كنت هتمشي. مش عارف اخو مراتك اسمه حسن بيعمل مشاكل في السودان ومش عارف ايه. قلت له يا فندم انا طلقتها. كنا طلقنا ساعتها يعني الحمد لله، والقسيمه معايا في جيبي. قال لا الحمد لله الرئيس خلاص، الرئيس والجمال بيه عبد العزيز قال لا ما يمشيش، ده انسان مكافح وكويس ومجتهد ونعتمد عليه في الشغل. فطبعا بسطتني جدا، رغم ان كلها ساعتها كنت مطلقه، بس بسطتني جدا الموضوع ده. تحس انك بتخدم ناس بيقفوا جنبك مقدرينك. اه طبعا. وطلعت على المعاش بقى بعد كده؟ طلعت على المعاش 60 سنه. لما طلعت على المعاش بقى عملت ايه؟ والله الهوايه بقى انت جوزتيه في رئاسه الجمهوريه. كنت في الرئاسه قبل ما اطلع المعاش.